معنا جملة من المشاريع القوانين التي سنباشر مناقشتها وإثراءها والنظر فيها. وقد تم لحد الآن إيداع 8 مشاريع قوانين بمكتب المجلس، إضافة إلى مخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا تحت رئاسة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، والذي سيحظى ولا شك بالاهتمام الذي سيستحقه نظرا للأهمية التي يكتسبها.